السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا الدرس ديال التاج، كيف ما وريتكم في الاول ديال الفيديو. هذا التاج هذا اللي غنخدمه انا بطريقتي على بركه الله. في الاول خدمت هذا الحبيك، هذا ضروري تخدموه باش يشد لكم الحساب ديال الخدمه على بركه الله. بالنسبه للخيط هنا مبروم على 3 ديال الشعرات والبرا نمره 5. خدم في الغرزة الأولى، خدم في الغرزة الثانية، غادي نخلي الخيط الفوق وغادي نلوي على البرا أولا نهبطو لتحت، ندير الغرزة الأولى نعاود ندخل في نفس البلاصة والخيط الفوق. البنات اللي كيعرفو يخدمو الهرم بالغرزة ديال الراندا، هنا غادي نخدم 3 ديال الغرزات في الهرم. دائما في الهرم العدد اللي طلعت به كنعاود نهبط به، مثلا طلعت انا بجوج غرزات انا كنعاود نهبط بجوج. غنخدم دابا الغرزه الثالثه، الى لاحظتوا طلعت 3 ديال الغرزات عاود تهبط بثلاثة. غادي نشد دابا في الحبيك، غادي نعاود نشد الغرزة الثانية. دابا ما بين هاد الهرم هذا وهاد القوس اللي غادي نخدم هنايا كنخدموا هاد الغرزة الاولى، هادي الثانية. غنحسب واحد جوج ثلاثة، غادي نخدم واحد القوس، غادي نجي ما بين هاد جوج غرزات غادي نشد بغرزه ديال الراندا، نحاول نقاد هاد جوج قواس يكونوا مقادين ونبدا نحبك. واحد جوج ثلاثة ربعة. دابا غادي نخلي الخيط الفوق، غادي نخدم غرزه ديال الراندا. هنا درت الحبيك، درت 4 ديال الحبكات، دابا غادي نخدم غرزه ديال الراندا، غادي نخدم فيها واحد السنينه اللي غندور على البرا جوج مرات، واللي بغا تدور حتى لثلاثه ديال المرات تقدر. انا هنا دورت غير جوج مرات على البرا. الدريس الاول نخدم الدرس الثاني ولا السنينه الثانيه، نعاود نخدم الثالثه. هنا من بعد ما كملت الثلاثة ديال السنينات غادي نرجع ندير الحبيك. قد ما حبكت هنايا غادي نعاود نحبك هنا، مثلا هنا درت 4 حتى هنايا غادي ندير 4. واحد جوج ثلاثة ربعة، وغادي نجي نشد في هاد الغرزة، هادي الغرزة ديال لندن. انا جمعت دابا القوس، غادي نخلي هاد الغرزة ونعاود نزيد وحدة أخرى يعني جوج صافي. وغادي نبدا نخدم تاني الهرم كيف ما هذا، الهرم خدمته أنا بثلاثة ديال الغرزات.
صافي. ما بين هاد الهرم وهاد القوس دائما كنخليو جوج غرزات، لا هنايا لا هنايا. دابا مثلا هنا خدمت هاد الغرزة، هادي التانية، صافي. غادي نحسب تاني واحد جوج ثلاثة وغادي نخدم القوس. غادي نجي نشد ما بين هاد جوج غرزات بغرزة ديال الرندة، صافي. وغادي نعاود نحبك عليه تاني ربعة ديال الحبكات. حاولوا تحافظوا على نفس العدد، يعني هذاك الشيء اللي باش حبكتو هنايا باش طيبتو سنينات حتى هنايا اولا تكملوا به الخدمه كامله. درت هنا ثلاثة أربعة، ثاني نخدم سنينة هنايا، غادي نخدم ثاني ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، ونرجع نحبك تاني ربعة ديال الحبكات، واحد جوج ثلاثة أربعة، ونشد غرزة الأولى غرزة الثانية، نبدأ فيها تاني هرم جديد بنفس الطريقة. كنخدم هاد الدور الأول حتى كنسالي، غادي نكمل واحد المسافة ونرجع نوريكم كيفاش غادي نخدم الدور الثاني. من بعد ما خدمت هاد المسافة هادي، غادي نجي دابا نخدم الدور الثاني. غادي نشد في أول غرزة في الهرم اللي كاينة في الراس. هنا خدمت انايا باللون في اللون، تقدروا تخدموا بلون مغاير يعني على حساب البياسه اللي عندكم. هنا شديت الغرزه الاولى، غادي نهبط نشد الغرزه الثانيه من الهرم. وغادي نجي لهذا الراس هذا ديال هاد القوس اللي خادمه هنايا، يعني اول سنينه غادي نشد فيها بغرزة ديال الرندة دائما. نحاول ما نزيرش القوس بزاف، ننقز هاد السنينة هادي الوسطانية ونشد في هادي اللي في الطرف. نحاول ندير واحد القوس تاني، نجي لهاد الغرزة هادي ماشي اللي في الراس اللي حداها هنايا في الهرم، نعاود نشد فيها كما قلت لكم بالغرزة ديال الرندة. غادي نطلع نشد في هذه اللي في الراس، وغادي نرجع لبلاصتي. غادي ندخل هكا الخيط، غادي نعاود ندخله هنايا، حاولوا تقادوا الخيط يكون مقاد مع القوس الاول اللي درتو. وغادي نجي لهاد الغرزه هذه الاولى اللي خدمت، يعني خدمت اللي في الراس وخدمت الثانيه وعطاتني واحد الغرزه هنايا، هنايا غادي نشد بغرزه ديال الرنده. دابا غادي نبدا نحبك على هاد القوس هذا اللي صايبت، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. غنجي لهاد القوس هذا اللي هنايا توا، غادي نحبك فيه، كنكمل بالحبيك، واحد جوج، ونقلب الخيط الفوق ونخدم واحد الغرزة ديال الراندة اللي غادي نخدم فيها سنينة هنا في الراس. نعاود نهبط ندير جوج حبكات. جاكم كتر كنتو مثلا درتو القوس كبير خدمو كتر،
ونكمل تاني في القوس. هنا عمرت 7، حتى هنايا غادي نعمر 7. حتى هاد القوس هذا الا جاكم كثر عمرو بكثر، ولكن خاصكم تحافظوا على نفس العدد في القواس كاملين. 1 2 3 4 5 6 7. غادي نجي نشد في هاد الغرزه الثانيه ديال الهرم. هادي الاولى راه هي اللي شاده فيها دابا هاد القوس هذا، غنشد دابا في الثانيه، وغادي نمشي ثاني نشد في السنينه اللي في القوس الثاني، نعاود نشد في هاد السنينه اللي في الطرف، نحاول ثاني ندير واحد القوس بنفس الطريقه باش خدمت الاولى خدمت الثانيه. غنجي هنايا غادي نخدم هنا في هاد الغرزه هادي، هنا نقدروا نرجعوا بلا ما نشدوا في هادي كيف ما تقدروا تشدوا فيها. انا دابا في هاد القوس ما غاديش نشد فيها باش نوريكم. هنايا غادي نعاود نرجعي في بلاصتي، ما غادي نشد لا غرزه لا حتى حاجه باش ما يجيش داكشي، باش ما يجيوش قوه العقادي كيخسروا الخدمه. غادي نرجع الخيط غير باش نرجع على بلاصتي. غادي نجي هنا لهاد ما بين هاد جوج غرزات هادو، غادي نشد بالراندا بغرزه ديال الراندا عفوا، غادي نقاد القوس مزيان نتاكد منه انه مقاد صافي، ونبدا ثاني نحبك. 1 2 3 4 5 6 7. مباشرة نمشي للقوس الثاني نشد الثاني، نكمل بالحبيكة ندير جوج حبكات ونقلب الخيط الفوق ونخدم غرزة ديال الراندا اللي غادي نخدم فيها سنينة في الراس ديال القوس، نعاود نرد الخيط لتحت ونخدم جوج حبكات ونكمل هنايا بالحبيك. 1 2 3 4 5 6 7. ونجي نشد في الراس ديال الهرم، ليكم الاختيار اما تشدو من الاول اما حتى تكونوا راجعين عاد تشدو فيه. خدمت لكم بجوج يعني الطرق مختلفين، اختاروا اللي بغيتو. هذا هو الدرس من بعد ما كملتو كيفاش تيجي. كنتمنى ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله.